الحمد لله على ما أنعم وعلم من البيان ما لم نعلم، والصلاة على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الحاضرون والسامعون، صلوا على نبينا صلى الله عليه وسلم بحبه واشتياقه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة، أيها الشيوخ والعلماء وزينة حفلة الأرس المبارك، السلام عليكم ورحمة الله. أيها الموضوع اليوم بعظمة ذوي القرآن، أدعو الله تعالى أن يوفقني أن أبين هذا الموضوع بيانا واضحا. أيها المستمعون، وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي مقام آخر: ورتل القرآن ترتيلا. سئل علي رضي الله عنه ما معنى الترتيل، فأجاب: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. زينة المجلس، اسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل ذوي القرآن. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. أي كان العرب قبل الإسلام أمة أمية لا يعرفون القراءة والكتابة. لما نزل القرآن دعاهم إلى العلوم والمعارف، فأقبل المسلمون على قراءة القرآن وحفظه. في هذا الحديث الشريف قد صور الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أحوال المسلمين بالنسبة إلى تلاوة القرآن والعمل به. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة في طيب الظاهر والباطن، فالناس يشتاقون إلى رؤيته وسماء سيرته كما هم يشتاقون إلى الأترجة. ومثل المؤمن الذي يعمل بالقرآن لكنه لا يريد قراءته أو لا يقرأه كالتمرة، لا ريح لها ولكن طعمها طيب حلو، وهي من الأعظم الأغذية. والمنافق الذي يقرأ القرآن ويعمل به
كالريحانة ريحها طيب وطعمها مر، فمن يره يقرأ القرآن يستصغر نفسه بجانبه، ولكنه في ميدان العمل بعيد عن القرآن. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل به كالحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، فقد خلا ظاهر هذا المنافق وباطنه من الخير. دعائي من الله تعالى أن نقرأ القرآن بالمحبة ونعمل به الإخلاص لنحصل هذه الفضيلة. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين.